دايما النادي الاهلي فيه اجيال بتسلم اجيال، والكلام ده مش بس فيما يتعلق بمسؤوليه ان هم يلبسوا تيشيرت النادي الاهلي، ده كمان بيشمل مسؤوليه حصد يعني الدروع والكؤوس والبطولات المختلفه. معانا نجمين من فريق يد الاهلي مواليد 2004 واللي توجوا مؤخرا ببطوله كاس مصر، معانا محمد حسن ميدو وبلال ابراهيم مسعود. صباح الفل يا محمد. صباح الفل يا بلال، منورين الدنيا. اولا مبروك بدايه كلام كده الكاس الجميله دي، واكيد ما جاش بسهوله الكاس ده ولا ايه؟ طبعا اكيد. ما تلخص لنا كده مشوار يعني حصولكم على هذا الكاس. هو احنا الحمد لله بدانا البطوله بماتش البنك الاهلي، يعني لعبنا 5 ماتشات بالظبط لحد ما وصلنا لماتش النهائي وخدنا الكاس. بدانا بماتش البنك الاهلي، كان ماتش صعب برده. هو الماتشات كلها كانت صعبه، ما فيش ماتش كان سهل، هي البطوله صعبه من الاول. ماتش البنك الاهلي، بعدين ماتش الجيش، بعديها ماتش سموحه، بعديها ماتش شمس، والنهائي يعني سيمي فاينال شمس، والنهائي اللي هو كسبنا فيه كمان شوط الظهريه. حلو. هل اصعب واقوى مباراه كانت بالضروره تكون هي الفاينل، ولا بالعكس ممكن يكون في ماتش قبل مرحله الفاينل كان هو الاقوى من وجهه نظركم؟ مش الاصعب الفاينل، الفاينل كله بيبقى مركز فيه، نازل ومستعد كويس. الفكره في الماتشات اللي ممكن تبقى في الاول ما حدش مركز، الفرقه مش مستعده احسن حاجه كده. الحمد لله ان احنا برضو قدرنا نستعد لكله، كل الماتشات كنا قادرين نركز، وفي الفاينل كنا مركزين قوي عشان كنا في سفريه وكده. كان والمعسكر كله كان مركز جدا وجهزونا الحمد لله كويس قوي للفاينل. يعني حلو ان في الفتره الاخيره النادي الاهلي والحقيقه ومصر بشكل عام بقى لها تواجد قوي جدا وملحوظ على الساحه الدوليه في كره اليد، بقى في طفره. عايز اقول ايه اللي حصل فبقينا بالشكل ده؟ وطبعا دي حاجه جميله ومحتاجين ان احنا ندعمها عشان تستمر وتزيد كمان. والحمد لله احنا بطوله العالم اللي فاتت كانت عندنا هنا في مصر، خدنا 7 عالم، خرجنا بطريقه مشرفه جدا. كان عندنا ماتش مع الدنمارك، اظن يعني ما فيش حد ما عرفش الماتش ده، كان اقوى ماتش في البطوله يعتبر. خلص بينالتيز، فالحمد لله يعني احنا قدمنا اداء مشرف جدا. وهي كره اليد بقى لها فتره في مصر فعلا عامله طفره جدا. ليه بقى؟ يعني هل وقفت عند التفصيله دي؟ يعني ايه اللي حصل فالوضع ده استجد؟ ممكن علشان الاتحاد مثلا بيدعم، ابتدى يدعم اكتر الناس، المدربين ابتدت تركز مع اللعيبه اكتر، واللعيبه ابتدت تركز اكتر في انك تقدر تحسن من نفسك بطريقه او باخرى. يعني في طرق كتير انك تركز وتحسن من مستواك. يعني ده اول حقيقه واضح ان الطرق دي اتت ثمارها في نهايه المطاف، بدليل ان احنا كل يوم والتاني تقريبا بنتكلم عن خبر مفرح ما. أيوة. يعني ليه علاقه بكره اليد ايا كان. حتى في اخر اسم الكاس عالم بتاع 2098 واخدين ثالث عالم، واخدين كاس عالم 2000 واخدين كاس عالم. طب ما تعرفونا كده شباب بدايتكم مع كره اليد، يعني ابتديتوا من سن كام؟ يعني هل كان اختيار منكم ولا كان توجيه من الاهل؟ هو انا بدات، انا ابن النادي الحمد لله، انا بادئ من عند 4 سنين بلعب كره يد في النادي الاهلي. جميل. وفضلت مكمل بقى من مرحله البراعم لحد مرحله الناشئين، والحمد لله لحد دلوقتي بقى لي حوالي 12 سنه بلعب في النادي الحمد لله. هاي. وانت بالنسبه لك يا بلال؟ انا بدات في نادي حدائق الاهرام، بعديها رحت الاهلي، بدات وانا عندي 5 سنين، بدات رحت عن طريق المدرسه يعني. ما بس بدايه مبكره قوي عندكم انتوا الاثنين، برافو. يعني طب ويعني برضو ارجع اقول لك، اشمعنى كره اليد؟ فاكرين التفصيله دي؟ انتوا اللي اخترتوا ولا الوالد او الوالده؟ والله انا لما انا شفتها في التلفزيون وكانت عجباني يعني. أوكي. بس فقلت لوالدي ووالدتي، طبعا هم اللي كانوا مساعديني على الموضوع ده، وهم دخلوني المجال ده، والحمد لله يعني ان هم دخلوني المجال ده تألقت فيه، وهو كان عاجبني فاديت فيه بكل ما اديت فيه فعلا. الحمد لله. حلو جدا.